عليه عقب. ايش وقت الارضوم هاي؟ شلون اكمل مونتاج زين؟ الله وكيلك خدمات زفت، وهذا الشارع كله معايش عوائل، كله عوائل عايشة علي، ويومية جايتنا البلدية مشايلينا، شوفوا لنا بديل، خلي يشوفوا لنا بديل هسه كل احنا نشيل منه، وبعد حتى شارع ما نفتح به، هاي وضعية هاي مال الزبالة، يجيبوا الأمانة لو تطي فلوس يشيلها، ما تطي فلوس ما يشيلها، وضعية كلش تعبانة وزفت. الأمانة اي هو فلوس، إذا مو فلوس ما يجي يشيلها، هاي شوف هاي كلها السوق. يا ابو مو ياخذون فلوس لا ما ياخذون كذا تعطي فلوس يشيلها ما تعطي فلوس ما يشيلها والله صاير له هواي كل الخدمات ما عندنا عالم تعبانه ناس تعبت حيل هاي الشارع على حطته ماكو اي شيء والفقير هسه ما يقدر يشتري له لحم كيلو ب 20,000 انا اقول لك اياها ب 20,000 الكيلو ما يقدر يشتري له لحم ملينا تعبنا هاي شبابنا شوفه هذا شاب رحمه الوادي هذا يومي 10,000 دينار من الصبح لليل تعبنا ملينا هاي يوم نحصل هاي العيشة يا ما نحصلها كفيلك الله كش ما عندنا هاي من الصبح لليل على هاي الحطة يا نحصلنا 10,000 يا ما نحصل هذا الشارع كله تعبان كل خدمات ما عندنا هذا شارع الداخل احنا نسمي شارع الداخل كل خدمات ما عندنا وكذب يقول لك اكو خدمات واكو هاي العالم على عيشته ويوميا مهددين يوميا مهددين هاي الدولة الخايسة نسميها يومية تهديد يومية شيلوا منا يلا سووا لنا حل اعطونا للحل ماكو كل حل كل حل ما عندنا نبطل وين نروح شوفوا لنا حل نبطل اي حل ما عندنا احنا قاعدين على هاي وساكتين ولا تعيين ولا راتب هاي هاي ايش شو جيبه منا نبيع على باب الله كش ما عندنا حصل 10 15 حصل لنا 10 15 روح لهن هذا بيع اميه وهذا بألالك واحنا هاي حالتنا وهذا شارعنا وهذا حالنا والله هذا شارع الداخل يعني معاناه لا بي خدمات لا بي اعمار زين 24 ساعه يعني تشوف هاي الوضعيه تشوف هاي الوضعيه ابد ماكو لا شركه لا بلديه لا شيء ابد ماكو لا خدمات ولا هاي ماكو لا مسؤولين ولا هاي بس بوقت الانتخابات يجونا تعال انتخبني ويوم يسوي لنا ندوه يوم يسوي لنا قعده مثلا نجيب بيتك او في شيء اجتماع على مود انتخابات واحنا راح نسوي كميت وراح نسوي كميت ابد كل شيء ماكو لا يسوون ولا هاي يصعد بروس العالم ويطلع قبل بس صور لي الشارع منا باع الشارع هذا باع ابو كراره ابو الكباب باع الشارع هذا شارع هذا باع المجاري شلون مسدوده صار شهر مسدوده يجونا عمال مال بلديه عشانك يعني شنو يشيل لي علاقتين ويروح يروح بعد ما يرجع يغرد دوماته من الخمسة إلى السبعة مسجد يجي نص ساعة ويروح. شنظف أصير بمكان البلدية رح لا مسؤول لا جانا كل شو ماكو أي بابا خيسة كلها خيسة بخيسة هذه الزبالة صارها شهر ما مشهورة هذا عباس حتى يوم 15 الناس هم ينظفون المحلات إيه صحيح هم ينظفون وراهم والبلدية ماكو كل شو ماكو لا حاويات بابا لا حاويات يعني حاويات غير بالشوارع حاويات بالشوارع
حالات بالشوارع غير كون شي واحد يجي يشيل الزباله كل شيء ماكو. لا تخاف طاير طاير طق هاي باوع ضحايا الزباله صار شهر ما مشغوله والله. اولا لا اكو مسؤول مال نظافه، هسه قاضينها بس بوق بوق قاعد يرشحون ويبوقون لا خدمات زينه، هاي الوساخه ضاله بالشارع وشوف الخيسه وهذا السوقات تعرف معناته بعد هاي المدينه حال مدينه ياي؟ هاي حال مدينه؟ مو حال، عما عاد هاي مدينه من خير الله وكيلك كانت قبل يتمنى واحد يدوس على ارضها. هسه يا اللي يجي يشوف الوساخه يعيب علينا ويضحك علينا والله مع كل اسف عليهم. بس هل نقوله مرشح نفسه والله تعال انتخبني وانا اسوي لك وانا اطلع لك رعايه وانا اطلع لك تعيين هو كله كذب وكذب. وهاي المدينه شوفها خيسه ووساخه وضالي. عمك ابيك العباس يقول نمشي عبالك على القرنص. هم هاي شوف على الخيسه يمشوا. تجي منها حكومه وتفوت ويجي نائب ويجي غير النائب ويجي مسؤول ويجي كل شيء. والله العظيم من يجي مسؤول من هنا بالطماطم يطيحون له بالخيش يطيحون له. ذاك اليوم قيس موش فلش وتفلش بعين النص رحمة لامك. ما نفس الشيء يعني حتى لو يشوفونه ولا كانه شايف شيء ولا كانه شايف شيء يفوت ويمشي ويطلع يقول هاي عبالك يعني نظافه يعني تعديل. لا الله وكيلك هو يمشي على خيس لعبان نفس. معاناه الشارع الداخل لا تبليط لا خدمات كل شيء ما بيه. اجوا المرشحين هسه شغلاتهم صارت يم الشعب قاموا يجونا يجابونا بلدية بالليل ينظفون والصبح ينظفون تخلص انتخاباتهم يصعدون بعد لا يوصلون هنا ولا يجون ولا يعرفون العالم. هذا الشارع ما حد واصله. الشتاء ما يصير اللي جاي الخيس يصير اللي جاي الزبالة هنا اللي جاي. هسه أيام مرشحات أيام انتخابات العالم اجت هنا يجي يصور ويروح. تخلص انتخابات هذا الشارع كبير لك العباس هسه ما حد يوصله. هسه ترى نظيف نظيف ونحمد الله ونشكره عليه. بس تخلص انتخابات يصير اللي جاي. هم مخليني هم مخليني كل ساعه يشيلوني سويني او حيده وكل ساعه يشيلوني. كفيلك العباس افتر بيها هيك وهيك لا رويتي مثل كون عد رويتي بقعد عد سكه وعد ضغط. اي والله تعبانه الوضعيه والزهر شتا خيس زباله وين ما تروح عشاك زباله. شتا صيف غرقان شتا صيف غرقان. تعرف شنو غرقان شو الوضعيه هاي شو اصور وشوف. لا عم مو يشيلونا هسه خلي يطببون لنا بلديه زينه براسها 60 عام مطببون لنا بلديه مطببون لنا بلديه الله غاضب عليهم الصي عليهم وجه وجه وشردون. اي والزهره وهاي النعمه اخوي بلديه تعبانه ها تشوف حالها هاي وضعيه هاي خطار من يجي تستحكى في لك الله طب خطار هذا هاي وضعيه هاي وضعيه تعبانه عمي. هذا الشارع اذا ينشال وياخذ له مترتين منا هذا الشارع اذا ياخذ له مترتين متره ما ياثر. هسه ذول المفتحين بالشارع كلهم والله كلهم عندهم محلين ثلاثه جوا وهسه واحد واحد افتر عليهم محلين ثلاثه والمحلات اندمرت الجو. هسه طبعا السوق كلها اندمرت. اذا انشال الشارع احسن له للمحلات واحسن له للشارع. هسه افتر عليهم كلهم. هذا السيد عنده ثلاث بسطيات جوا هذا عصام القصاب عنده ثلاث بسطيات جوا يا هو العده يا الما عنده بسطيه وكلها تكيف. انا هسه بالنسبه لي مفتح هنا انا مفتح هنا اكيف يطب السوق جوا. وين دور الحكومه اليوم؟ هي هاي المشكله. احنا خصوصيا حكوميه ماكو ابد كلها منتهيه بالبوق. اجيب لي شفلات اشيلها اجيب تبليط
اجيب خدمات، اخلي صباتي هنا، خلينا نشوف يا اللي يطلع. واللي يطلع اخلي عليه غرامه. هذا الصحيح. شوف شوف الشارع، شوف الشارع. انا هيست من السوق الشعبي تعرضني من قاموا يشيلون الزباله بالشفلات. من قاموا يشيلون الزباله بالشفلات هيست منه. اخذت بيه اللي يطلع بالشارع مفتح، وينك واحد يفتح بالشارع؟ وينك واحد؟ هذا هذا شيل الشارع وكش انتهى. حكومة قطت رخت الحبل. زي ما صدامك وزلمه يفتح بالشارع، انا ما بنلحق عليه بس يسولفون علي. يسولفون علي اكو زلمه يفتح بالشارع. روح ذيك المناطق اكو زلمه بس رخات الحبل، ماكو زلم. المشكله اللي كض الحكومه وينه وينه. والله هذا الشارع بالنسبة إليه معدوم الخدمات نهائيا. وشوف هاي السوق فوق كله فارغ، فارغ السوق. وهاي مزود من عريبة واللي جاي منتهي، لا عندك مريض تقدر تطلع بيه، لا هاي. والبياع اللي هنا ثلاثة أرباعهم مو من هالقطاعات، من العبيدي، من شهداء، من حي طارق. وتشوف نحن يعني متأذين أذية كاملة. شوف بقى هذا شارع وين يضبط بقى هذا السيد مزدود، هذا السيد مزدود، ومأذيننا أذية كافرة. لا أجا مسؤول، لا أجا شو اسمه، لا أجا. وتشوف هاي الخدمات معدومة. شوف المغرنص، بعد المغرنص سووه انعدم، انعدم هذا المغرنص، سووه وانعدم انتهى. فاحنا نريد نناشد الأمانة، الصحة، تجي تشوف هاي وضعية، هاي تفضل، هاي وضعية نهائيا ما حد يجي ولا حد يوصل اللي جاي. هاي هسه صار غير انتخابات، وهالانتخابات اجت وما بكل شماغ، لا اجى مسؤول، لا اجى شو اسمه. وتفضل ذاك الشارع الثاني، شوف الجراج. مجاري ماكو، الزباله مكومه، خدمات ماكو، الجوكات لنا، رواتب ماكو، رواتب ماكو. والشارع تبيع الوادم، احنا قاعدين هاي عيشتنا من امس اليوم. انا ما بستنى حكومه، ما عندنا حكومه بعدين. وين الحكومه؟ سوت لنا الحكومه شنو سوت لنا؟ سوت لنا شيء الحكومه بعد ما اعطتنا رواتب الحكومه؟ الوادم الجاعد الشياب اعطتها شيء؟ العجاز اعطوها شيء؟ الخالطة بتخالطة الغريبة بخالطة بعد أمك، كل شيء ما أعطونا بعد قلبي. هاي الحكومة مالتنا. أولاً هاي العالم يشوفها ثلاثة أرباعها تعبانة، ثلاثة أرباعها شلون أقل يومتها 15 ألف 10,000 يومتها. شوفوا هذا من هذا أبو سمهج، هذا أبو يومتها 15 مرخص قطين المجال. فهذول تعبانين أموهم بشكل، عمالة قليلة، عندك عرف تطلع بالعمالة، ما عندك عرف تظل حالك حال عاطلين. تبقى عندنا ثانية تشوف انت مو واحد واثنين، جانا مسؤول او خمسة او ستة يجونا يبايعون على حالنا. اي بيكون خير يدللوا ان شاء الله، انا اقوى من ذاك وانا احسن من هذا، وكل شيء ماكو. قول بدون فعل، مثل ما يقول الشاعر، ادور على الصدق وانشد، سامع بيه ما شفته، ياهو اللي انا ايش يقول، راح الصدق مو وقته. احنا صدقنا راح، كله راح. انا ما كنت اقول لك هاي حكومتنا، انا اقول حكومتنا ما اقول لك نجيب صدام او غيره، لا، ذاك صدام عنده قانون، بس هم عندهم قانون بس ما يعرفون له. هم يا اخي تعرفهم انت، يعني يردون بس يحطون فلوس بس بجوهم. زين، وخصوصا هاي المدينه معدومه من اول يوم تاسست لحد هذا اليوم، هي تعبانه. الخدمات هي ماكو بعد، خلينا نشوفها بعد. شوفها طين، صار طين وهوسه وخبز، ما ادري شو بعد. خدمات، الخدمات ما بيها. كلهم ثلاث ارباع مسؤول، يا حاشيك يطلع عضلات عليك هو بطل العالم. والله مو ضد خطيها، تتهال عال ذاك فوق ذاك الشارع العالي شوي، ذاك الشارع العالي شوي، يطب بالدرابين منا ومنا. هاي اغلبها.
احنا بحي طارق لا عندنا مدارس لا عندنا شيء، يعني وقت المطر هذا الشارع يفيض، يعني يصير كلش فيضانات، كل شيء ما هذا الشارع بس مطر، لا حد يجي بلطه، دقوا له رصيف وراحوا، هذا كل مدارس ما عندنا ضالين، يعني طلابنا يروحون ابيض يرجع اسود من الطين من الوساخه، او هاي شبابنا ضاله لا تعين لا شيء، تجي وقت الانتخابات تنتخب كل شيء ماكو. وظالين على هاي الحبة لا شغل لا عمل شبابنا المزابل اللي فات كل مكان الوساخة ظالة بالشوارع تطي 5000 يشيلونها ما تظل بالباب علي منطقة هي حي المنتظر الشيشان معروفة به هذا شارع يربطك على 110 والمدارس اي فيراد لها خدمات صالها هي قديمة المنطقة يعني بالسنين تقريبا بالأربعين سنة ما يجونا أي خدمات نقصها هواي خدمات يعني أبسط شيء التبليغ ما بيها تبليغ ناقصة منطقة تعبانة شوف يا بشرية المفروض يا بشرية هنا خطية قاعدة حتى الله ما يرضى بيها طيب يا خطيه والله كلش وضعيه تعبان كلش اخبار هذا البشر ما يقعد هذا البشر ما يقعد ما يقعد الله كفيله خطيه العالم لا شاره وين تروح شو تسوي والله خدمات صفر خدمات صفر تعبانين اي وماك لا خدمات لا ماء لا كهرباء كل شيء ماكو قاعدين بهالشول هذا وتشوف انتهى قدامك بعد والله ما عندنا مدارس ماكو يعني شو تريد بعد ايش اقول لك كهرباء ماكو مجاري ماكو حج ماكو لا مسوي يطب علينا لا ما حد يطب علينا ماكو ولا واحد ننتخب ونجيبه ونحطه وهاي وكل شيء ما حد اجانا والله العظيم ناشد الحكومه والله بكت واحد خير ابن خير يجينا ويباوع علينا يقول هاي الناس الفقره التعبانه بكت الله والله العظيم ماكو ولا واحد طب علينا ولا واحد اجانا ولا واحد قال السلام عليكم اي بس بوقت الانتخابات يجون هاي راح نسويكم تبليط راح نسويكم شارع راح نسويكم هاي خلوه يطلع قبل ماكو كل شيء ماكو والله بالنسبة لهاي المنطقة تكون أقرب منطقة للداخل وهاي المنطقة مالتنا مهمولة من زمان يعني لا تبليط
لا خدمات زين، وكل موقع انتخاب يجي يسولف علينا هنا او ننتخبه ننتخبه، وتالي مجرد يعني حبر على ورق ماكوش. يعني منطقة تعبانة كلش، ما نريد شيء، احنا نريد بس مجرد تبليط لا اكثر ولا اقل. عندنا طلاب تعاني، ومنطقة كبيرة مع العلم هي يعني مو صغيرة، وثانيا انه كهرباتها محولة ماكو، يرادنا محولة مال كهرباء، وعانينا الامرين احنا، فما حد يعني الناشد ماكو، ما حد يسمع صوتنا اصلا. نعم معاناة كثيرة هي، يعني اولها مدارس تبليط ماكو، يعني بالنسبة للتبليط يعني منطقة معدومة، مجاري ماكو، نفايات وصاخة زين، يعني ماكو فشي يعني خدمي عندنا هنا، حتى المواطن انه نقول هذا المواطن عنده فشي اليوم راح يمشي عليه، يعني اصلا الدولة ما مقدمت لنا 1%. والله الوضعية حيل تعبانة، المنطقة لا بها خدمات، لا تبليط، حتى هسه احنا ما ردنا نعممكم تبليط، بس قصونا الشارع، يعني كل شيء ما اريد، وسبيسات، كل شيء ما اريد عمم من عندكم، شو اول شيء العطالة، العالم كلها قاعدة عطالة بطالة، شغل ماكو، وعندنا مصانع، عندنا 25,000 مصنع بالعراق ولا مصنع واحد يشتغل. وهاي هالشباب هاي هالكلها قاعدة ها ماكو لا شغل ولا مشغلة، كل شيء ماكو زين. وهاي بالانتخابات ها كل ما هاي اجانا مرشح تعالوا انا قصلكم الشارع، انا اسوي لكم انا اعينكم، وثالثة كلها كذب، لا يقص الشارع ولا يسوي كل شيء زين. هي هاي الوضعية زين. احنا الرعاية يعني لحد الآن ما حد زودها 10,000 دينار زين. يا هل يجينا يا وزير يتواعد ويانا ويعطيكم ويقول لكم أزود رعاية، يطلع كلها كذب بكذب، كل شيء ماكو زين. وأخير شيء ها هذا الكتاب أعطوناه هو من عندهم ها، قال أساس مال قيعان مال أراضي زين. هذا الكتاب شوف هذا الكتاب هو من عندهم، شوفهم يعني من عندهم هذا الكتاب، وثلاثة ضحكوا علينا بس لما فلوس من العالم، وطلعت كل شيء ماكو يعني ها هي بس حبر على ورق، طلعت كلها كذب بكذب. يعني هاي حكومة احنا نترجى من الناس الطيبة ها اللي هم صحيح يردون يخدمون الشعب، يكون يطلعون يعني فالشغلة زينة للشعب زين، بس وعود وكاذب وكل شيء ما. والله يا حبيبي اليوم مناطق نخصها هاي المناطق يعني معدومة من كل شيء، من كهرباء، من مي، من تبليط، من يعني معاناة هواي، يعني مو بس هاي المناطق، مو بس هاي منطقة، يعني أزيد المناطق هنا معدومة، يعني يسوون مناطق ويعوفون مناطق، يعني مو بس التبليط، عندنا الآن احنا هذا المي يعني من تمطر مطر العالم تفيض، يعني لا جهان تقدر تطب مدارس، لا عالم تقدر، لا نسوان تفوت، يعني من كلهم، وما نقدر يعني تحاشي لك تروح لك المسؤول او تحاشي لك بس بيوم الانتخاب تروح لك مثلا تحاشي تنتخب يجيك، ما تنتخب ما يجيك، وهو يعني وش شوفاي بعينك انت لو تطب منا وهيك او تطب بهاي الصفحه يعني كفيلك العباس يعني تنقهر على حالهم، ناس يعني تعبانه بشكل، ومعاناتنا بس مو بس هاي، هواي اشياء هواي اشياء، هاي المناطق تعبانه بيها، وما حد يجيك يوم واحد ها راح اسوي لك فلان شيء، راح اجيب لك فلان شيء، او راح اسوي هذا الشارع، او راح اسوي لك كهرباء، او راح اسوي لك ماي، كلهن ماكو، ولا اجاك واحد ونفذ لك اي طلب من هاي الطلبات. والله العظيم واحنا نرجو من هاي قناتكم وتوصل لنا هذا الصوت، وهاي العالم تشوفه قبالك التعبان. السلام عليكم.
بصورة عامة مجاري لا عدنا هاك شوفوا هذا من الطول للطول خدمات ماكو لا يجينا لا مسؤول لا يجينا أحد بس بوقت الانتخابات يجون يركضون أسوي لك وأحط لك وأجيب لك وعينك وعين كذا وعين كذا قاعد على الكرسي ما عرفنا وين أبد هاك شوف هاي باوة حسنته هذا الشارع وشوفه من الطول هاك باوة هاك شوفه بالدراجة لو لا الطينة واصل جاي عندنا خدمات معدومة نهائية لا جانا مسؤول لا جانا أحد لا قال يا بهاي العوائل كذا ما كذا كل من محتار بروحه ما لقيته كل شيء ماكو كفيلة احنا الناشد المسؤول الناشد الناس الخيرة يجون يشوفون هاي الناس اللي الله غاضب عليهم لا اكثر ولا اقل هاك شوفوا دباع هاك والله هاي بعد يومهم اذا هو يقعد على الكرسي يسال علي بعد ما يسال علي ولا يعرفون وين قاعد مو صدق لو لا حماياتهم وسياراتهم وكذا 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 واحنا ابد حرام هاك شوفها باوة هذا حالنا مو هذا حالنا لو لا يا اخوي لا مسؤول لجا لا رئيس وزراء اجى وقال يابا خلي اشوف هاي الناس اللي ضحت بشهداء ضحت بكذا ابد كل شيء ماكو حرام لا حد يوصلنا ولا حد يجينا ابد بس انا اقول لك من تجي اسمه شغلتهم شغله انتخابات اي هذا يقول اعطيك بطانيه وزعك هذا يقول لك اعطيك 50,000 هذا يقول لك اعطيك 25 هذا يقول لك كذا يجونك قاعد على الكرسي ما عرفني بعد ولا انا شاد عليه بالنسبة للخدمات هنا تعبانة تبليط أول شيء ماكو ثاني شيء مجار ماكو يعني من كل الوسائل خدمات ماكو زين بلدية ماكو يعني كل زائر ما جاي بالنسبة للمية وعشر هاي المنطقة لا زائر يجينا زين ولا أحد بالنسبة للانتخابات يجون والله ينتخبونه وكذا سوالف هاي وكل تحقيق هم ماكو اخذ الاصوات مال العالم دار وجهه وراح زين شنو المعاناه معاناه كلش قويه بابا المعاناه كلش قويه عالم لا شغل لا عمل خدمات معدومه شلع زين وضعيه تعبانه كلش تعبانه خدمات كل مسؤول ماكو هنا بالنسبه كل مسؤول ماكو بالنسبه للعالم بيناتهم متكاتفين يدفع من جيبه فلوس تعال سوي مجاري تعال سوي تبليغ تعال سوي كهرباء تنقطع الكهرباء ما حد يسويها تعال دق البيبان على البيوت تعال اعطوا كل واحد الف يلا يسوون الكهرباء ما حد يجي ابد زين هاي الكهرباء مجاري ماكو هم تعال طول من البيوت مقاول ياخذ الشغل ما يكمله يعوف عن النص ويخلي ويروح هاي الوضعية كلش تعبانة